عمي جابر، ما قلت ولا كلمة من وقت حكيت لك عن حريص، شكلك عصبت مني. لا ما عصبت. طيب يعني أنت مصدوم؟ ولا مصدوم. كل البشر عندهم مشاعر، شاركنا مشاعرك لو سمحت. أنا مبسوط. مبسوط؟ إيه يا فارس، أنت تعرف أني مهتم بالتقنيات الجديدة، وأوعدك أني راح أحاول أصلح المشكلة اللي عندك يا حريص. شكراً لك عم جابر. راح نبدأ في تصليحك أول ما نوصل للمعمل بإذن الله. وش ذا؟ وقف وقف بسرعة. وش فيك؟ هذا الرجل يسقي النخل لي الموية. هذا التصرف فيه إهدار كبير للموية، الموية بتنكب على الأرض وتضيع. وين رايح؟ لازم أعلمه على الطريقة الصح وأخليه يوقف هدر الموية. انتظر يا حريص، اتفقنا أنه ما حد يعرف أنك موجود. وش رأيك تقول لنا الكلام اللي تبي تقوله له؟ حنا نتكلم معه. طيب، أحسن طريقة عشان نروي فيها النباتات هي طريقة الري بالتنقيط، لأنها توفر أكثر من 40% من الموية. لازم تحرص على ترشيد استخدام الموية عشان ما نفقدها، وتحافظ على الموية اللي عندك، وتكفي هالقطرات لري النخلة. تكفي، التقنية الحديثة تعتمد على كميات المياه القليلة المحسوبة بدقة. عظيم، شكرا لكم. فارس، هديل، حريص، أهلا فيكم في معملي. أحسنت يا فارس في اختيار اسم حريص، لأنه حريص على المياه فعلا. إيه، والاسم أسهل من اسمه الأصلي. قل لي يا حريص، وش اسمك وين حريص؟ وين حريص؟